هذه عندي واجهة أو منطقة العمل مثل ما نسميها، منطقة العمل. الأدوات واستخدامها جدا سهل. هني يكون على اليسار شريط الشرايح، من هني أقدر أضيف شريحة. هذا كله شريط الشرايح، أقدر أشيل وأزيد وأحط وأضيف حركات عليه. أيضا أقدر أكبر، أقدر أصغر من هني، من هني أقدر أغير اسم، من هني قلنا أقدر أغير الاسم، اسم الفيديو، أغير اسمه عربي أو إنجليزي، مثلا لو نكتب فيديو تعليمي. بس سوالي حفظ وحفظ عندي الفيديو. هني هذا الشريط الزمني نقدر نسميه، أو تغيير أو تنسيق الفيديو أو الشريحة جدا سهل. مجرد ما نضغط عليها نقدر نمسح، نقدر نكبر، نغير اللون، نغير اللون من هني، نقدر نغير الكتابة ونغير الشكل، نوع الخط، أكبر أكبر وأقدر أصغر، أقدر أغير اللون، أقدر أخلي مايل تحت خط، أغير نوع الخط، أغير حجم الخط من هني، وأقدر أغيره أيضا من هني. نفس الشي حق الرموز، أقدر أقلبها، طبعا ما يكون واضح هني لأنها نجمة، ناخذ هني. أقدر أتحكم فيها، الشريحة الثانية أغير بالرموز أيضا، عندي رموز وصور كثيرة جاهزة، ناخذها من شريط الأدوات اللي يكون على اليسار من هني. أقدر أغير واحدة بدال واحدة، وأيضا أقدر أضيف واحدة ثانية. مثلا لو أضيف واحدة هني، أكبرها بهالشكل، هذه كلها وجوه تعبيرية، وجوه تعبيرية عندي. وعندي بعد رسوم كرتون تفيد بشرح درس، شرح درس مثل درس المرحلة الابتدائية للمرحلة المتوسطة، أيضا الثانوية يخدم الشرح درس. أحط شخصية مثل أن هذه الشخصية هي اللي تقدم الدرس، تقدم الدرس بشكل، وراح تشد انتباه الطلبة أكثر، تشد انتباه الطلبة أكثر. أو أحط البنات يعني. وطريقة إضافة الرسمة أو الصور المتحركة جدا سهلة، فقط بالسحب. والكل شخصية لها حالات، يعني حالات مثلا السلام، التفكير، الفكرة، الهابي اند ساد، كلهم فيهم نفس الحالات أو التعابير. صور كلها جاهزة تخدمني إن تطلع لي الفيديو أو
مقطع اللي أنا بسويه بشكل يجذب أكثر. أيضا أقدر أضيف، ناخذ شريحة ثانية، أقدر أضيف مثل قوالب. مثل ما قلت طريقة الإضافة جدا سهلة، مجرد ما أضغط تغيير الخط، أيضا مجرد ما أضغط أقدر أكتب اللي أبيه، مثلا الدرس الأول، وأغير على الخط مثل ما أبي. هنا عندي الخطوط، أضيف خطوط جاهزة موجودة مثل كذي، عندي عدة خطوط، عدة خطوط وعدة أشكال وقوالب. وهذا الشريط الزمني هو يحدد، أو أنت تحددين أقصد، وين تبين يطلع هذا الخط، متى، شنو قبل شنو، يعني مثل الباوربوينت ولكن على شكل فيديو، وطريقة أسهل وأمتع، يعني أسهل بكثير، لأن الباوربوينت أحتاج أني أنا أبحث عن صور، أنا أبحث عن أشياء كثيرة علشان أطلع عرض تقديمي، بالباوربوينت يكون جاهز ويشد الانتباه أكثر للطلاب. أما بالبرنامج هني لا، كل شيء جاهز عندي، مجرد ما أنا أختار الشيء اللي يناسبني أو يناسب درسي. نشوف شلون طريقتها سهلة، هذا كلها جاهزة، فقط أنا أعبي وأختار وين بحطها ومتى أحطها، هني أحطها هني، والمدة، مدة السلايد إيش كثر تطلع. عندي 10 ثواني، أقدر أقلل وأقدر أزيد، 9 8، وأقدر أزيد بعد. هذا بالنسبة للخطوط، نضغط مور ويطلع لي خيارات أكثر وأكثر، شوف خيارات كثيرة كثيرة، تفيد المعلمين، تفيد مجالات عديدة. عندي خلفيات، خلفية على سبورة، خلفيات مضيئة، عندي خلفيات ملونة، عندي خلفيات كثيرة أيضا فوق، أحط مور بعد مور، نشوف عدة خيارات، عدة خيارات منها أقدر أستفيد وأطلع فيديو جدا مميز. مثل ما قلنا هذا شريط الأدوات، صور تقدرين تضيفين صورة من عندك، تبحثين، صوتيات نقدر نسجل، نقدر نضيف من اللي عندي، أقدر أسجل الصوت أو أسوي مثل شخصية، أختار أحد الشخصيات الموجودة اللي اخترناها فوق، وأقدر أحط صوتي أو صوت شخص ثاني وأسوي مثل قصة، أو أسوي الدرس على طريقة قصة أو فيديو مصور على رسم كرتوني. هني قوالب للكتابة أيضا أقدر أكتب عليها، وشوف أشكال. هني أقدر أحط تراجع،
أقدر أنتقل من بالشرايح من هنا بعد، ويطلع لي ال ال الشريط الزمني، يطلع لي كل سلايد مختلف، بحيث إني أقدر أتحكم بالوقت، أتحكم إنه منو اللي يطلع قبل منو، وأقدر أشغله بعد. أقدر أبدل، أحط شيء قبل شيء، شيء يطلع قبل شيء، كله أقدر هذا أنا أتحكم فيه. أيضا مثل ما قلت أنا أقدر أقلل الوقت، لو عندي شريحة مثلا أبي أحذفها مو عاجبتني، مجرد ما أضغط عليها، أضغط ريموف سلايد تروح، أضغط تراجع أقدر أردها، أضغط عليها وأضغط ديت. برنامج جدا جدا سهل، شريط الأدوات يمي، في كل شيء جاهز. أبي أقدر أخذ صور من عندي، أقدر أخذ صوتيات من عندي، أقدر أسوي رسم بياني، أيضا يعطيني خيار الرسم البياني أنا أعدل عليه ويعطيني واحد جاهز. مثل ما قلت عندي أشكال هندسية تفيدني بالكتابة، تخلي شكل الكتابة جذاب أو يشد الانتباه أكثر. عندي مكتبة من الصور الجاهزة واللي مثل ما قلت تفيد الشريحة أو تفيد السلايد، تطلع بشكل أحلى. الخطوط، خطوط متنوعة، عندي خطوط مزخرفة على طريقة مثل يعني تكون مرتبة أو مسطرة. عندي خلفيات مثل ما قلت، عندي أيضا قوالب تفيد الشريحة أنها تطلعها أحلى وأرتب. شوف خيارات كثيرة. من هنا أقدر أشغل الفيديو وأقدر أسكره أيضا من هنا.